ما زلت أؤكد أن هناك من يتربص بهذا المجلس الجديد. ما زلت أؤكد أن هناك من يتربص بهذا المجلس الجديد. الكلام يتاخد يحول ويفبرك بمنشط مثير إن يعني امبارح الكلام اللي أنا قلته، أنا لم أهاجم أي شخص، بالعكس أنا سبورت للمجلس الحالي، شكرت المجلس القديم بإنجازاته وببطولاته، قلت إحنا كلنا سبورت للمجلس جدا ببقالهمش غير شهر. فوجئت لقيت المواقع كلها قناة الأهلي تهاجم مجلس الإدارة الجديد، واخدين أهي قدامكم على الشاشة ونص وجزء من الكلام والفيديو. تيجي تفتح الفيديو تلاقي الكلام، أنا ما هاجمتش حد خالص، ولا هاجمت لا أشخاص ولا مجالس ولا، بالعكس أنا أثنيت على القديم وقلت إحنا كلنا سبورت للجديد بس، يعني قلت يا جماعة اصبروا عليهم ده بقالهم شهر. فإذا إن النية مبيتة لهذا المجلس الجديد بقيادة المهندس محمود طاهر، مش عايز أقول كلمة التشويه، مش عايز أقول كلمة إن أنت إنه ضد، معرفش ليه، مش عارف إيه السبب، بقول نصبر عليهم، نصبر لغاية ما الأستاذ محمود طاهر، وأنا امبارح طلبته بسرعة لم الأوراق بسرعة، لم الأمور بسرعة، لأنه واضح إن في اتجاه للتشويه هذا المجلس أو لل يعني ايه اللي بيدوروا على كل اي حاجه ويلزقوها في المجلس الحالي. فانا بقول الامور كلها، حتى لو جيت اتكلمت مثلا عن النتائج الحاليه لفريق الكوره، النتائج غير مرضيه، خلينا نتكلم بوضوح، لكن هم ما لهمش ذنب في النتائج الغير مرضيه. هو الفرقه دي هم جايين من شهر استلموا الفرقه كده بالوضع الحالي ده. انا مش بتكلم برضه عشان احمل المسؤوليه على حد، انا بتكلم في منطق، فانا ما اقدرش احاسبه هو على الـ على الفريق وان النتائج غير مرضيه. فمش عارف، زي ما بقول لكم واضح ان في نيه للتصيد لهذا المجلس، لكن عايز يعني اختم النقطه دي بالذات لان انا اندهشت جدا من تناول الخبر في اكتر من 5-6 مواقع بنفس المنشط. ليه كده؟ ما حصلش اصلا هذا الكلام. وزي ما قلت ان شاء الله الاستاذ محمود وصل بالسلامه، عليه ان شاء الله الملفات كتيره والامور محتاجه منه ان شاء الله باذن الله انه يلملم الامور سريعا، خاصه انه هو رئيس اكبر نادي في منطقه الشرق الاوسط ببطولاته بانجازاته بجماهيره باعضائه بلعبته، فمسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. وهكررها تاني، المجلس السابق سايب